الشباب سواء داخل الجامعة أو خارج الجامعة وتؤدي لسنتها. من هذا المنطلق احنا فكرنا في آداب جامعة بني سويف ان احنا نكون قد المسؤولية ونحتضن هذا الحلم الرائع اللي احنا بنقوم بيه اللي هو اللقاء القمي لكليات الآداب جامعة بني سويف. الحقيقة بلدنا مصر تحتاج مننا الكثير والكثير، والشباب المصري يحتاج مننا أن نبذل مجهودا خارقا حتى نحقق له الأمن والرفاهية. ده كله مش هيكون إلا إذا كان في حس قومي عند قيادات الجامعة، ولا بد أن تكون هناك لغة حوار بيننا وبين الطالب. ولهذا السبب احنا في كلية آداب بني سويف لو حضرتكم تابعتوا معانا احنا ماذا صنعنا لابنائنا في خلال الترم الاول، اضحوا ان احنا الحمد لله واقفين على ارض صلبه بالانشطه الطلابيه. احنا كل اسبوع لازم يكون في نشاط ويوم رياضي، ولازم نفعل الانشطه الطلابيه، مسرح، هوايات طلاب، غناء، موسيقى. لأنا بقول